أعلن الأمير مولاي هشام ابن عم جلالة الملك محمد السادس ترحيل أفراد عائلة والدته اللبنانية من لبنان نحو العاصمة الرباط بسبب الحرب. ونشر ابن عم الملك على حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي أنه بفضل جلالة الملك محمد السادس تم لم شمل عائلة الصلح اللبنانية بأفراد العائلة الملكية. وكتب مولاي هشام: عيني تدمع وقلبي يعتصر ألمنا وروحي تتألم لفقدان الأرواح والدمار الذي يحل ببلدي الثاني لبناننا الحبيبة. حتى الآن يوجد مليون نازح، وما يخفف عنا وسط هذه المأساة هو استقبالنا لعائلتنا اللبنانية بين أهلنا في الرباط. وأنا ممتن للأفراد الشجعان الذين عملوا بلا كلل أو ملل من أجل رحيلهم، وممتن بعمق لجلالة الملك محمد السادس الذي جعل لم شملنا ممكناً.